تنطلق النسخة الثانية من مهرجان العالمين تحت شعار العالم عالمين الذي جذب انظار العالم الى مدينة العالمين الساحرة في الحادي عشر من يوليو الجاري والذي تستمر فعاليته نحو 50 يوما. تشهد الدورة الجديدة من مهرجان العالمين عدة فعاليات متتالية ويشمل خمسة مهرجانات، كل منها يقدم فعاليات متنوعة تخدم فئة عمرية وجمهورا مختلفا عن غيره. بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الأولى العام الماضي تنطلق الدورة الثانية في الحادي عشر من يوليو في إطار تعزيز مصر لقوتها الناعمة والاستفادة من مقوماتها السياحية لتعزيز الدخل القومي الفرق كبير ما بين السنة دي والسنة اللي فاتت كل سنة إن شاء الله يبقى فيه تطور أكبر السنة دي عندنا مهرجان نبتة للأطفال وده الحقيقة احنا مهرجان احنا مهتمين بيه جدا عشان ما يبقاش في حد من خارج الأسرة مو... م... مش موجود في المهرجان كمان السنة دي في تعاونات مع مهرجانات أخرى زي مهرجان الرياض كمان السنة دي عندنا مسرحيات ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت لا السنة دي طبعا حجم الشغل أكبر من السنة اللي فاتت بكتير يعني الدورة الثانية من المهرجان تحمل مفاجآت كثيرة سواء على مستوى المشاركة أو الفعاليات كما قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص 60% من أرباحها المنتظرة لدعم قطاع غزة فضلا عن توفير مزايا استثنائية وتذاكر مجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة نحن نقدم مجموعة كبيرة جدا من الخدمات اللي تخص المواطنين المصريين وهنقدم خدمات جديدة كمان تأثر على إيجابيا على التشاركة معنا لأننا كبريد مصري بنحرص جدا على التواجد في الفعاليات القومية الكبيرة زي العالمين وبنحرص بشكل اكبر كمان ان احنا نقدم خدمات جديده خصوصا السنه دي مهرجان نبت دوت هيبقى مشروع كبير جدا ان شاء الله نشارك فيه بشكل ايجابي وبنحرص كمان ان احنا نتواجد مع حضراتكم بفعاليات جديده وخدمات جديده تبقى فيها مفاجات ان شاء الله لكل الحضور بمهرجان العالمين الجهات المنظمه ستخصص شاطئا عاما لخدمه اهالي العالمين لاستقبالهم خلال فتره المهرجان علاوة على إقامة معظم الأنشطة في الفترة الصباحية على مدار أيام الدورة ترشيداً للكهرباء والتزاماً بقواعد وقوانين الدولة، ويشهد المهرجان أيضاً شراكات متعددة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية وذلك في مجالات التطوير العقاري والتسويق السياحي. تواجد العرب هنا عشان ننقل لهم ثقافة السياحة الرياضية بنوريهم قد ايه ان مصر مش بس فيها سياحه عاديه لا فيها سياحه رياضيه فيها موتور سبورت فيها ابطال بتنافس على مستوى العالم الاستثمار الرياضي زاويه اخرى سيركز عليها المهرجان في نسخته الثانيه من خلال فتح افاق الاستفاده من تنظيم بطولات دوليه لاكتشاف مواهب جديده وتحت شعار لا حضاره بلا قوه ناعمه تحتضن الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه مظاهر ثقافيه وتنويريه من خلال لأكثر من خمسين فعالية تقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية طوال فترة المهرجان عندنا براندز عالمية موجودة مستعدة تستقبل أي نوع من السياحة أي نوع من السكان اي حجم من السكان بكل الليفلز بتاعتهم تقدم لهم الخدمات بتاعه المطاعم والكافيهات والسهر والسياحه والبيتشز فالحمد لله عملنا مكان متكامل يقدر ي...

كل الكوميرشال اللي موجودة في مصر موقع جغرافي فريد تتمتع به مدينة العالمين لتجذب العديد من الزائرين من كافة الدول حيث استقبلت خلال الموسم الصيفي الماضي أكثر من مليون سائح وتحولت إلى قبلة للاستثمار تحفز رجال الأعمال ورؤوس الأموال الأجنبية لضخ مشروعات التنمية والإسكان والتطوير العمراني في مناطقها باعتبارها إحدى احدى مدن الجيل الرابع